كلنا منفكر بالوجه، منحط الكريمز على الوجه، منعمل البروسيدجرز على الوجه، بس هالايام منسميها تك لاينز لانه منقضي كل وقتنا على التليفون والايباد لتحت. مرحبا، انا الدكتورة تارا بردويل، اخصائية امراض جلدية وتجميل. خلينا نحكي عن الارياز يلي دايما بننسيها، الفورغوتن ارياز. فيكن تحذروا شو هن؟ الواحد بيفضح عمره برقبته والتشست او الديكولتي بنسميه والايدين. كلنا منفكر بالوجه، منحط الكريمز على الوجه، منعمل البروسيدجرز على الوجه، بوتوكس، فيلر، كولاجين ستيميوليشن، كل شيء على الوجه، ومننسى الرقبة. الرقبة بتفضحكن، انتبهوا. ايديكن بيفضحوكن، انتبهوا. وهول الارياز نتيجة بدها كتير سيشنز وبدها كتير اهتمام وسكين كير لتبين عليهم. مثلا بالرقبة الواحد معقول يعاني من بانز هيك بيجوا بالطول، هول مثلا علاجهم بالبوتوكس لانه بخفف حركة الشد على العضلات، بخلي الجلدة ما تترهل وبيشد الجلدة. بينما اذا نحن منعاني من الخطوط الهوريزونتال يلي هي نمبر 1 وراثية، منلاحظ انه عنا اياها على ظهر، بس هالايام منسميها تك لاينز لانه منقضي كل وقتنا على التليفون والايباد لتحت، بيزيدوا هول اللاينز. هول البوتوكس مثلا ما رح يحل المشكلة، هول بحاجة لسكين بوسترز، لكولاجين ستيميوليشن، اوقات لفيلر حسب اكيد الحالة ونوع البشرة. هلا كمان الترهل ببين بالرقبة، ونحن يمكن بس منفكر بالترهل بالوجه، بس ترهل كمان ببلش بالرقبة وببين بالرقبة وبيفضح، فكمان لازم نشتغل بكولاجين ستيميوليشن لنمنع الترهل، لنشد الرقبة. وبتعرفوا انه جلد الرقبة كتير رقيق، فكمان بدنا نحفز الكولاجين لنسمك الجلدة. الإيدين نفس الشيء، الإيدين معقول يبينوا الواحد أكبر من عمره، وحتى معقول يتأثر بالشمس، خصوصا لما نسوق والشمس عم تضرب على الإيدين، نحن ما عم ننتبه نحط سان سكرين أو واقي شمس، وحتى بنهمل إيدينا يمكن بيقشروا، بيعملوا إكزيما، بينشفوا، وما عم نرطبهم وما بنهتم فيهم. الإيدين الجلدة بتختير، البشرة بتختير، وكمان بنخسر فات، فبيصير في ناس عندهم كتير فراغات، ببينوا شرايين، ببينوا تندنز، فبيصير يبينوا ايديهم كأنه كتير ضعاف، بينزعجوا من هالشي. وعنا كتير حلول، فينا نستعمل فيلر إذا بدنا فوليوم أكتر، فينا نستعمل كالسيوم إذا بدنا نحفز الكولاجين، فينا نستعمل سكين بوسترز اللي هن كمان حقن إذا بدنا نعمل ترطيب وكمان تحفيز للكولاجين. والتشست او الديكولتي اللي هو امتداد للرقبه كمان ما لازم ننساه، لانه كثير منا معرضين انه يحترق التشست بالشمس نحن وعلى البحر، مع الوقت بيصير في كثير تجاعيد وبيصير في نمش وبيصير في تصبغات، وهول الاشياء كمان بتفضح العمر. بس تذكير انه لما تستعملوا السكين كير روتين تبعكم ما تحطوا بس على الوجه وتنسوا الارياز البقايا، هايلورونيك اسيد، فيتامين سي، ريتينولز، اسيدز ان جنرال، مويسترايزر، سان سكرين، كل البرودكتس تبع السكين كير روتين تبعكم لازم كمان تحطوهم على النك، على الرقبه، على الديكولتي يعني على الصدر، ونهتم كمان بالايدين لانه نحن بدنا انه وجهنا يكون متناسق مع الرقبه والتشست واكيد الايدين.